اليوم انتم تنافسون نفسكم، يعني خلال الاسابيع الماضيه دائما في لاعب لاعبين ينافسون في جائزه افضل لاعب. اليوم يمكن الشيء اللي اسعدنا ايضا الاخوان في قناه الكاس ومجلس قناه الكاس لما اقروا الجائزه الشهريه احنا استانسنا وفرحنا كمحللين، لان فعلا هذه الاشياء لما كنا لاعبين هذه محفزه وشيء حلو، يعني حتى احنا جهدنا كمتابعه وتحليل المباريات ما يروح هباء، لما نختار نختار بدقه. والله الحمد لله سعى للجائزه هذه، مشكورين قناه الكاس والناس اللي عاونت في الجائزه هذه. هذا ما يكون الا حافز باش واحد يزيد يخدم على روحه وباش يزيد يوري الامكانيات نتاعو باش ان شاء الله يعاود ياخذها مره ثانيه. بالنسبه للدوري يعني من اول موسم ما كنا حاضرين ومركزين في مباريات الكل. الفارق السنه هذه معناها النادي التحيل هو اللعيبه تحت 23 سنه اللي هما المعز علي وبسام، هما كانوا عاطينا يعني اضافه للفريق اللي خلينا مش نفس قبل، كنا في حاجه الى لاعبين كيف كذا. فهمت رساله لبرنامج مجلس؟ والله مشكورين وقول لهم راهو راني نتفرج فيكم دائما، نرجع من المباراه دائما نتفرج فيكم ويعجبني الجو في المجلس والوشه اللي تسير وكل بس.